صباح عليكم كل مشاهدينا على اكسترا نيوز، وبشكل خاص كل جمهورنا في هذا الصباح. صباحنا النهارده صباح مختلف وغير عادي. يعني انا حاولت كتير جدا ان انا اجتهد عشان الاقي مقدمه اقدر ابدا مع حضراتكم بيها واوصف المكان اللي احنا موجودين فيه. ومش بس اول ما بتدخل من الباب من بره، لكن احنا في بيت غير عادي، بيت اجتمع فيه الحياة اتنين من عظماء الفن. واحنا داخلين او انت موجود من على اول الشارع من بره، هتلاقي يافطة كبيرة مكتوب عليها هنا عايش الكاتب الكبير والعظيم رحمه الله الاستاذ محفوظ عبد الرحمن. واحنا النهاردة في ضيفة الفنانة العظيمة القديرة زوجته الاستاذة سميرة عبد العزيز، اللي احنا بنشكرها جدا جدا على انها سمحت لنا ان احنا نكون موجودين ونكون في ضيافتها، ويا رب نكون ان شاء الله باذن الله ضيوف خفاف نستمتع برونق المكان. كل ركن هنا بيحكي لنا تاريخ وذكرى وحكايه عظيمه وكبيره امتدت لاجيال. استمتعنا بالفن اللي عشناه معاهم واللي ما زلنا حتى الان بنستمتع بيه من الفنانه الكبيره الاستاذه سميره عبد العزيز. بشكر حضرتك على الاستضافه وانك اديتينا الفرصه ان احنا نكون موجودين معاكي ونصبح عليكي النهارده. ده انا بشكرك على استضافتي وسعيده بوجودي معاكي. انا بشكر حضرتك جدا، واحترت في المقدمه الحقيقه، ما كنتش عارفه ابدا منين. يعني حاولت ان انا اكون حاضره الذهن زي ما بيقولوا وانا قاعده قدام حضرتك وفي وجودك، ومش عارفه كنت ابدا منين، مش عارفه ابدا من انهي محطه في حياه الفنانه الكبيره سميره عبد العزيز. عشان كده هطلب من حضرتك تديني بدايه المحطه، اروح ابدا منين. انا هنتهز الفرصه، وانت عملتي مقدمه هايله جدا للوحه اللي موجوده على الباب بره. عايزه اشكر في مصر جهاز التنسيق الحضاري اللي هم فاجئوني من غير ما اعرف ولا حد قال لي، لقيت ناس جايين شايلين اللوحه دي وقالوا عايزين نركبها على الباب، ودي اي حد بالموبايل هيحطه على اللوحه يقدر يعرف سيرته الذاتيه وكل اعماله. ده عمل راقي جدا جدا، ما كنتش اتصور ان في مصر جهاز التنسيق الحضاري يعمله، فانا بشكرهم وبقول لمصر كلها، بقول لكل الناس المصريين احنا عندنا اجهزه بتعمل اعمال عظيمه جدا احنا مش حاسين بيها. فده عمل جميل قوي ولفت نظر حضرتك. ف انا الحقيقه وانا داخله كنت سعيده جدا وفرحانه ان انا شايفه لافته دايدي على يعني مكان وبيت. مش عايزه اتكلم عنه كتير، لكن احيانا مش بنتكلم عن قيمه الجدران والمبنى قدر ما بنتكلم عن الاشخاص والروح اللي اعطت للجدران والمبنى كل القيمه الكبيره دي. حقيقه هبدا مع حضرتك من زمان، نبدا من زمان شويه ونتكلم على الفن والمسيره الطويله السنين بقى من الجد والاجتهاد والتعب واللي مستمر العطاء فيها حتى الان. ربنا يدي حضرتك الصحه والعمر يا رب. الحمد لله. انا بحب الفن قوي، يعني من طفولتي وانا بحب الفن، من المدرسه الابتدائي اللي كان فيها اذاعه مدرسيه، وانا كنت حريصه ان انا اخد اكتر وقت ممكن اكلم فيه البنات. ده يعني لما كبرت فهمت ان دي كانت حب التمثيل، دي كانت موهبه بقى لوحدي كده، حسيت موهبه فطريه. يعني بقيت ايه، كنا جماعه الاذاعه المدرسيه دي 10 بس، انا كنت بحضر 10 فقرات بحيث لو بنت مش محضره اخش اقول بدالها واخد يعني يوم اكتر من يومي. يعني بالفتره كنت بتعملي ده بشكل تلقائي بالظبط، بحب ورغبه شديده. لما رحت بقى الثانوي لقيت تمثيل فمثلت، وبالصدفه اول دور اعمله في حياتي دور راجل. ياه حضرتك اول دور كان دور أول راجل، اول دور على المسرح تمثيل في المدرسه الثانوي دور راجل قسيس في مسرحيه اسمها الضحيه للشاعر طاغور، وافاجئ اني خدت كاس التمثيل على المنطقه على هذا الدور.
فقلت خلاص ادخل معهد الفنون المسرحيه. ما انا كنت عايزه اسالك، احنا عرفنا حضرتك دخلتي كليه التجاره الاول. لا انا القابله وانا في ثانوي مثلت الدور ده، فلما قالوا احسن ممثله قلت اروح بقى معهد الفنون المسرحيه. كويس. ابويا رفض، قال لي متاسف التمثيل ده هوايه جامعه، يعني جامعه. رحت كليه التجاره. وكان اختيار كليه التجاره لانه دي كانت رغبه الاسره. ان انا لازم ادخل الجامعه، بالظبط. مجموعي وداني كليه التجاره. كويس. برضو ايه، ماشيه كده لقيت شباب بيمثلوا في اوضه بتاعت، انا رايحه العب بينج بونج، لقيت شباب بيمثلوا. هو انتوا معكوش بنات؟ قالوا لي لا ما فيش حد بير. قلت لهم لا انا ممكن امثل لو عندكم دور. ما صدقوا. ورحتي فعلا وابتديتي معاهم. ومثلت من سنه اولى في كليه التجاره باول اسبوع ليا في الكليه. طب حضرتك امتى قررتي انك تدرسي الفن؟ انا بقى وانا في الجامعه مثلت كتير، وبعدين لما اتخرجت من الكليه محافظه اسكندريه عملت لنا فرقه، انا من اسكندريه، عملوا فرقه سموها فرقه اسكندريه المسرحيه. وحضرتك انضميتي لهذه الفرقة؟ انضميت طبعا جري يعني، طبعا. لاني كنت وانا في الجامعه خدت كاس التمثيل من الرئيس جمال عبد الناصر، فوالدي اللي كان رافض وبيقول لي ده هوايه بس، قال لي بص يا بنتي لو عايزه تشتغلي ممثله ما عنديش مانع، لا ما بقى دام تكريم الفن من مقدر من الرئيس جمال عبد الناصر. يعني لما لا حضرتك اتكرمتي من الرئيس جمال عبد الناصر فتح لك وافق الباب، وافق اشتغل. وافق ان حضرتك تدخلي مجال الفن فدخلت والتمثيل. فرقه اسكندريه، تمام. عملت مسرحيه رائعه جدا اسمها سيره الفتى حمدان، كان فيها رقص وغنى وانا بطله العرض. المخرج كان الله يرحمه حسن عبد السلام، عزم كرم مطاوع يتفرج على العرض عشان يشوفه هو عامل ايه بفرقه اسكندريه. بعد ما اتفرج بعد العرض لقيت كرم مطاوع بيقول انت ايه اللي مقعدك كده؟ قلت له طب اروح فين؟ قال لي تعال القاهره. قلت له ليه مكان؟ قال لي انا عندي مسرحيه لعبد الرحمن الشرقاوي بطلتها هي كده انت. وقد كان. قلت له بس انا بابا كان عايني بقى مدرسه مواد تجاريه. ايوه. فبقول له، قال لي ولا يهمك انا انقلك. ما صدقت. واتنقلت من سافرت، اسكندريه نقلت مصر للقاهره. ودخلت المسرح القومي وعملت اول بطوله مسرحيه ليا في القاهره، مسرحيه وطني عكه. أيوة. عبد الرحمن الشرقاوي وكرم مطاوع. وانطلقتي من وقتها. ومن المسرح انطلقت، انا بعشق المسرح. يعني بحس كده ان انا وانا قاعده في المسرح كاني قاعده في معبد. يعني تحبي المسرح كتير عن السينما او حتى بحبه جدا التلفزيون؟ المسرح. بحب المسرح. هو اللي ليه الاولويه طبعا في حياتك؟ المسرح. طب يعني على ذكر المسرح، احنا يعني سمعنا ان حضرتك لا تفضلي حتى الان المسارح الخاصه، ولكنك بتميلي لمسرح الدوله او المسارح الحكوميه، وفي المسارح الخاصه تحديدا يبقى الاستاذ محمد صبحي فقط لا غير. ده حقيقي؟ ده تمام. ليه؟ كنت زمان بقى كل ما اعمل بقى مسرحيه في المسرح القومي او في الحديث او في الجيب، انا كنت منتشره في المسارح. يقوم يقولي الفرق الخاصه، كان في كذا فرقه وقتها. ايوه. وكان في ناس يعملوا روايه يا دوب تتصور وخلاص. قلت لهم ابدا، قطاع خاص انا مش بتاعت قطاع خاص الا اذا كان محمد صبحي. اشمعنى؟ ليه؟ عشان ملتزم. عشان كل اعماله جاده. يعني فيها كوميديا ولكن باسلوب جاد، باسلوب محترم. وانا بحب قوي الاسلوب ده. يعني عشان من كده حضرتك ابتعدتي خالص على انك تشتغلي. ما اشتغلتش قطاع خاص ابدا. ما احنا عارفين ولا مسرحيه واحده ولا حضرتك مسرحيه في القطاع الخاص. وده كان قرار حضرتك يعني ما غيرتيهوش على مدار كل السنوات اطلاقا اللي فاتت وحتى اللحظه دي. في مسرحيه حضرتك متواجده فيها حاليا لسه، كنا بنتكلم برضو نقول للساده المشاهدين كواليس يعني العرض كومبلي، وهي برضو مع الاستاذ محمد صبحي وعلى المسرح. انا رحت اتفرج على غزل البنات. أيوة. بتاعته. ايوه. بهرني المسرح. المسرح غايه في الشياكه والاناقه والنظافه والنظام. ايوه. اتبسطت قوي. قلت له ايه ده ولا مسارح باريس. ايوه.
قال لي احنا مش اقل من باريس. قلت له احييك وبشكرك ان انت بتعمل مسرح كده. تعرف ان انا طول عمري اقول مش هشتغل غير مع محمد صبحي؟ ايوه. قال لي طب انا عندي روايه جايه فيها دور ليكي، تشتغلي معايا؟ قلت له اه. وعلى طول، على طول بدون كلام، ما ترددتش ثانيه. ايوه. قريت لقيت الدور مناسب ليا والمسرحيه جميله جدا. مش عايزه اتكلم على الدور عشان عايزه الناس تروح تشوف المسرحيه. ده بس ممكن نقول لهم جزء صغير، هي يعني مسرحيه سياسيه كوميديه بتوري كل فرد، يعني انا بتمنى كل مصري يتفرج عليها لانها بتوري ان احنا اللي مقصرين في حق نفسنا. طب يعني المسرحيه اسمها خيبتنا. ايوه. كل حاجه تحصل كنت لسه هقول لحضرتك الاسم، احنا السبب فيها. تقاعسنا يعني عن حقوقنا، الخيبه جايه من مننا مننا مننا، ودي الرساله اللي حضرتك عايزاها توصل للناس. عايزه كل الناس تعرف، لان هو برضو في اخر المسرحيه بيقول لا احنا لازم نحسن من نفسنا، ولا احنا اصحاب تاريخ، احنا اصحاب حضاره، احنا اصحاب وطنيه، احنا اللي علمنا الناس الانسانيه، لازم نرجع تاني ونتدارج اخطائنا ويبقى حماه للوطن. يعني يعني نقدر نقول كانت وما زالت وستظل الأستاذة سميرة عبد العزيز عاشقة المسرح الأول. جدا جدا. بس ولن تعمل في القطاع الخاص إلا مع محمد صبحي. إلا مع محمد صبحي. خلاص إذا يعني. طب ال 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 المسرح أستاذة سميرة بتشوفي إنه إدى لحضرتك إيه؟ وعكس ايه على الجمهور والراي العام؟ يعني احنا لما كنا بنتابع المسرحيات اللي حضرتك كنت بتشتغلي فيها، سواء اذا كان في المسارح العامه الكبيره او على مسارح الجامعات او باختلافها، دايما حضرتك بتدوري على المسرحيات اللي هي ليها علاقه بقضايا الشارع او قضايا الراي العام او مرتبطه بالسياسه، زي ما حضرتك بتقولي خيبتنا في الطابع كوميدي او سياسي شويه. كان في مسرحيات تانية ممكن بتكون بتاخد الشكل الروائي اكتر او اللي فيها جزء من الخيال بعيد عن الواقع، حضرتك ما بتميليش لده؟ ليه؟ لا بشتغل. انا عملت مسرحية لفت العالم وما اعتقدش فيه ممثل واجه ما واجهته، ان اخلص العرض يقولوا قاعد. تعيدي العرض؟ فين؟ اعيد العرض بعد ما العرض يخلص. يخلص، الناس مش عايزه تروح، عايزين يشوفوه كمان مره. فتعيدوا العرض. وده فين؟ في المانيا وفي ايطاليا، مش بس في القاهره. ده حتى رغم اختلاف اللغه. والله العظيم عملنا العرض ده. اولا المسرحيه دي اسمها مخده الكحل. ايوه. اخراج الفنان المبدع انتصار عبد الفتاح. وسافرنا بيها جميع يعني جميع بلاد العالم، بلاد رحنا الهند، سراييفو، ايطاليا، فرنسا، انجلترا، كل البلاد لفينا لانها اتعرضت في مهرجان التجريبي في القاهره وخدت الجائزه الاولى، وبعدين دعيت الى جميع المهرجانات، فلفينا العالم وخدنا تونس جائزه قرطاج، وخدنا المانيا، وخدنا انجلترا، وخدنا فرنسا. طب ورغم اختلاف اللغه حضرتك لا كنا إنه بنعمل ما فيه ذكاء برضو. المخرج ليه شاشه المترجمه، شاشه مترجمه على الجنب. أيوه. وبعدين المسرحيه فيها كلام انا الوحيده اللي ممثله فيها، يعني انا اللي بمثل بس، والباقي رقص باليه. كانت معانا الباليرينا الجميله ريم حجاب. ايوه. وتوقيع موسيقي وتوقيع بالأبائيب وبالمسرحية غريبة، بليفونيك، نظام البليفونيك. وده يتقنه جدا الأستاذ انتصار عبد الفتاح لأنه دارس موسيقى ودارس مسرح. طب بره مسرح الأستاذ محمد صبحي والمسرح الحكومي، كنت بتشوفي ازاي مسرح القطاع الخاص؟ أو عارفة حضرتك قلت لنا عن فترة من الفترات كانت بتتعمل مسرحية تتصور تتعبى في شريط فيديو زي ما بيقولوا كده، ويتم تسويق المسرحية دي لعرض التلفزيوني أو للبيع الفيديو. ودلوقتي جينا في فترة، يعني في فترة من فترات الإنتاج المسرحي قل جدا، ما بقاش في نوعية المسارح بهذا الكم اللي كان منتشر زمان. بتشوفي ده إزاي؟ بشوفه تقصير من الدولة. تقصير من الدولة. تقصير من الدولة. لأن إنتاج مسرحية وعرضها على الجمهور
ده مفيد جدا لبناء الإنسان. طبعا. لما الدولة كانت كل مسارحها بتشتغل وكانت كلها مليانة، جم فجأة علوا ثمن التذاكر إسوة بالقطاع الخاص، بالقطاع الخاص. فقل الإقبال شوية على مسارح الدولة، وبعدين بطلت الدولة تنتج خالص. بس هما وقتها كانوا بيقولوا برضو ان الفنانين كانت يعني عندها عدم رضا شوية، مش حضرتك، عن الاجور اللي كانت متدنية في مسارح الدولة مقارنة برضو بالقطاع الخاص. لا ما حصلش، ما احنا حصلش. بمرتباتنا كنا بنشتغل وبناخد حوافز على العرض، اللي بيعرض بياخد حافز على ايام العرض، فكنا كلنا بنشتغل وكلنا عايزين نشتغل، وكان في رضا عن وفي رضا، مستوى في الدخل، ما رضا كانش اه ده طبعا، لا لا الأزمة يعني. في رضا كامل يعني. وكانت التذكرة ب 10 جنيه خمسة و15 جنيه كان جنيه فيه أحيانا. اكتر حاجة يمكن 20 جنيه. فجأة لقوا نفسهم عايزين يقلدوا القطاع الخاص اللي بيعمل ب 50 جنيه وب 100 جنيه. أيوة. طبعا اللي بتقدمه الدولة غير اللي بيقدمه القطاع الخاص، طبعا. فالقطاع الخاص بيقدم كوميديا، استعراضات، موسيقى، غنى، فالناس تدفع، طبعا. لكن احنا لما نقدم مسرحية لعبد الرحمن الشرقاوي اللي هيجي مين؟ اللي غاوي فن واللي غاوي ثقافة، طبعا. ده ما عندوش اللي يدفع 100 جنيه. ده وممكن تكون بالنسبة له كانت العشرين جنيه بالظبط مبلغ. بالظبط. فأنا كنت بقول إن الدعم الفن الجيد، الدعم الفن الثقافي هام جدا بالنسبة لبناء الإنسان المصري. علشان كده حضرتك شايفة انه دلوقتي في نوع من انواع التقصير وعدم الاهتمام شايفة إنه في تقصير بالمسرح. دراما التلفزيون ودراما المسرح. بيقولوا ان النصوص الجيدة، حضرتك طبعا يعني لسه مش عايزة اتطرق دلوقتي، ولكن يعني حضرتك عشرتي وعشتي وشريك عمرك وحبيبك وكل شيء، المبدع الكبير والكاتب العظيم الاستاذ محفوظ عبد الرحمن، بيقول انه دلوقتي الكتابه ما بقتش زي الاول. يعني دايما يجي يقول لك اصل الكتابه دلوقتي مختلفه، اصل احنا ما بنلاقيش النص اللي يخليك تقدر تكون تحصل على رضا الجماهير والنقاد مثلا على سبيل المثال، وما بنلاقيش كمان الفنان اللي يرتضي زي ما حضرتك بتقولي يعني يكون عنده حاله رضا بدخله او باجره مقابل علاء يعني او علو العمل الفني نفسه. دايما بيقولوا كده. مغالطات. مغالطات. الكتاب الكويسين موجودين وفي كتابة، ولكن ترك الفن في أيدي الإعلانات. دي الموضة اللي بوظت الفن. إنه يبقى فيه إعلانات. لا بقى صاحب الإعلان هو اللي يتحكم في الدراما. هو اللي بيختار الممثل، هو اللي بيختار النص، هو اللي بيختار الموضوع. طبعا هو هدفه الرئيسي الربح، ووجهة نظره لا هي ثقافية ولا هي بناء الإنسان، ولا هي عايزين يقدموا حاجة ترتفع بذوق الناس، ولكن فكرته اللي هو يقتنع بيها انه يقدم الضرب والسكاكين والمخدرات والعري عشان شايفه انه للستات. عدم وجود ورق جيد كل ده خطأ مغلوط. المعلن اللي هدفه الرئيسي كسب مادي مش تقديم فن جيد. طيب تقاعس الدولة عن انها تنتج، وده اللي انا بنادي بيه واكتر من مرة بقول سيادة الرئيس السيسي من فضلك ادعم الفن الجيد زي ما بتدعم رغيف العيش، لأن الفن الجيد هيساعد في بناء الإنسان زي ما الرغيف بيساعد في شبعه. طبعا الفن الجيد لازم شبابنا يروحوا فين؟ ما بيضطروا يروحوا يتفرجوا على الهلس اللي بيتقدم بدعوة انه هو ده اللي مطلوب حاليا، او يعني زي ما كنت بردش مع حضرتك قبل ما نبدأ التسجيل انه ده الواقع. مش واقع، لا ده مش الواقع، او ان انا بقول لك اللي بيحصل في حبيبتي شوارع وحواري مصر، او هو ده اللي موجود، او انا لازم اكون الفن مرآة بتعكس ما نعيشه. حبيبتي احنا درسنا في معهد الفنون المسرحيه، وانا كنت سعيده الحظ ان درسني صلاح ابو سيف، طبعا. قال لنا الواقعيه في الفن هي ما يجب ان يكون عليه الواقع. يعني حضرتك ضد ان انا اصور شارع ومنطقه عشوائيه بالقذاره دي ليه؟ واقول ان ده الفن؟
او ان انا بعكس جزء من بقول مشاكل بصور المجتمع، الواقع، لا اقدم بعكس الحاره مشاكل نظيفه. المجتمع. طب ما هو قدم لنا الحاره نظيفه في الافلام، وقدم لنا الاحياء الشعبيه جميله جدا وعندها مشاعر والناس علاقتها ببعض كويس، واتفرجنا عليها ما واتبسطنا. بيقولك انا بعكس المشكله اللي المجتمعيه اللي موجوده. لا اسفه جدا، حضرتك بالعكس انا لازم ترفضي. ارتقي بالمجتمع، لازم اوري اجمل ما فيه. عايز اعمل حاره ما اعملها نظيفه، لازم اعملها وسخه، بيقولوا ده الواقع. البسهم مقطعين ليه؟ او ما امريكا بتعمل الواقع عندها، ما بنشوفش الحاجات دي ليه؟ او وهناك ما هو اكتر من ده. هروح طب للدراما. حضرتك شاركتي في اعمال دراميه كتير جدا، بس ليكي محطات متميزه قوي ربطتك بالناس وبالشارع بشكل كبير قوي، يعني لحد دلوقتي الناس لازم تقول ابلة مرسال حتى هذه اللحظه. وكان في مسلسل اخر، والاثنين الحقيقه جمعوكي مع سيده الشاشه ربنا يرحمها يا رب، العظيمه القديره الفنانه فاتن حمامه، ويدي حريك الصحه والعمر، وكان ضمير قبل حكمه ووجه القمر، والاثنين اشتركت فيهم معاه، والاثنين كانت من الاعمال اللي قدمت طبعا سيده الشاشه العربيه في، وكان اول مسلسل ليها ضمير قبل حكمه انها تكون على التلفزيون. وبمشاركه حضرتك وكنتي معاها، وقبل مارسيل بقى كانت ليها حته تانية مع الناس، يعني كواليس المسلسل ده كانت ازاي؟ انا اول ما عرفت الاستاذه انعام بعتت لي النص البيت وقريته، قالت لي شايفه نفسك في ايه؟ قلت لها اوعي تقولي لي مارسيل، انا عايزه العب زاهيه. ياه. يعني حضرتك كنت عايزه الدور اللي قامت بيه مدام عايده عبد العزيز. كانوا بقى ايه، ابتدوا الناس يقولوا انت كل ادوارك الست الطيبه طيبة. الست الطيبه، الممثل يلعب ده وده. حبيت اتحدى، فقلت اعمل زاهيه. فمدام انعام قالت لي لا صوتك ولا شكلك يدي زاهيه، انت مارسيل. وقد كان اختيار حضرتك لدور مارسيل. طبعا كنت مرعوبه جدا طبعا. ازاي انا هقف امثل مع فاتن حمامه؟ حفظت المسلسل كله صم، قريتي كل الادوار وكل كله عشان الورق. ما لا ارتبك ولا انسى ولا اي حاجه، لاني عامله حساب ان انا هقف قدام سيدة الشاشة العربية طبعا. ومن أول يوما كلنا مربوكين، كلنا عاملين حسابها. أنا كنت بحبها جدا وشايفاها نموذج للممثلة المصرية. حضرتك ما قابلتيهاش قبل كده قبل المسلسل؟ ما عمري ما شفتها ولا مرة. ولا مرة. اتقابلنا ليلة التصوير أول يوم، عملت لنا هي عزومة عشاء عشان تتعرف علينا، لقيتها بتقول يا سميرة ويا عايدة ويا عارفانا من الصور ومن المشاهد التلفزيونية اللي اتفرجت عليها عشان تختار الناس اللي هيشتغلوا معاها. تمام. فبقينا قاعدين معاها، يعني أنا استغربت، نزللنا بدون مكياج ومن غير كوافير، ولما شعرها وبسيطة بساطة الدنيا كلها. فقاعدين كلنا يعني مع فاتن حمامه، يعني كان طبعا حاجه بالنسبه لنا، كلنا كنا مرعوبين ومضطربين ومش عارفين ازاي هنشتغل معاها. يعني هي كسرت ده، قعدت تهزر وكله، انا يعني جايبه لكم الاكل عشان ما تاكلوا، وخدت علينا شويه. تاني يوم الصبح عندنا تصوير في المدرسه، رحنا كلنا بدري، وهي بقى بنعمل بروفه، فقرت الخطبة اللي هتقولها فيها كلمة عربي غلط. فأنا اتجنيت، أنا بتاعت العرب، اللغة العربية طبعا المطلقة كمان يعني. جريت على مدام إنعام وقلت لها مدام إنعام، مدام فاتن بتقول كلمة عربي غلط، قولي لها تقولها صح. قالت لي قولي لها أنت. وعلى طول راحت سايباكي في، أيوة. في مواجهة فاتن حمامة، وده طبعا يعني طبعا أول يوم تصوير بفاتن حمامة كل الناس عامله حسابها، وحضرتك هتروحي تقولي لها ان في نطق في كلامها غير سليم او مش مظبوط، وانتوا ما تعرفوش بعض قبل كده برضو يعني خالص. تمام. وانا جنبها بكل حياء كده قلت لها مدام فاتن من فضلك عايزه اقول لحضرتك كلمه. قالت لي ايه في ايه؟ قلت لها حضرتك بتقولي كلمه عربي غلط، يا تقوليها جدد يا تقوليها جداد، لكن جدد غلط خالص. تمام. قالت لي يعني هي جدد هي اللي صح؟
قلت لها اه، لا اقولها صح، وقعدت تجرب نفسها كده وتقبلت من حضرتك الكلام، وراحت بيسان قالت يعني شكرا يا انبسطت سميرة. كمان ان اه يعني مثلا ما شعرتش ان هي كفنانه كبيره ان حضرتك راحه يعني تعملي مثلا تعديل او تصحيح. دي عظمة فاتن حمامة حقيقة، يعني رغم ان هي نجمة القرن زي ما خدت اللقب ده، طبعا وانها نجمة نجوم يعني، طبعا وانا ولا حاجة بالنسبة لها، كنت وبقول لها بصلح لها كلمة فتروح بيساني وتقول لي شكرا، انت بتقلعي فين؟ قلت لها في الفصل ده، قالت لي لا تعالي انا عندي كرفان، اقلعي عندي عشان نبقى نقرا مع بعض، وابتديتوا تقعدوا وتدردشوا وتقروا مع بعض الادوار، وبدات صداقتنا. عشان كده دي كانت بدايه مرحله الصداقه بين حضرتك وبين وبين مدام فاتن. فاتن حمام، وده اللي جمعكوا بعد كده في وجه القمر ايوه، واستمرت الصداقه. طبعا استمرت الصداقه لاخر اسبوع لقبل وفاتها بيوم، كنا بنكلم بعض بالتليفون، لما تاني يوم قالوا ماتت انا لغيت، قلت لهم لا انا هجيب الخبر الصح، يعني حد بيكلمني يقول لي حضرتك نفيتي، نفيت وطلع في الجرايد ان انا بنفي. وبعدين طلبت انا معايا كل نمار البيت، الطباخ والست المساعده بتاعتها والدكتور وكله، فطلبت قالوا لي الطباخ قال لي البي خدها ونزلوا، فنفيت الخبر، قلت لهم يا جماعه دي خرجت مع الدكتور. ايوه، بعد شويه على بعد ساعتين كده هو كلمني الدكتور وقال لي البقاء لله، ماتت على كتفي وانا رايح بها المستشفى. وفضلت طول السنوات دي من ضمير ابله حكمت ما افترقتوش خالص لحد اخر مرض ليها في المستشفى هنا في دار الفؤاد، انا كنت قاعده معاها، كنت قاعده بيها. وقربتوا من بعض قوي في وجه القمر، وده أوي كانت أوي. يعني احنا سمعنا انه كان دايما في وجه القمر انتوا ما كنتوش بتفترقوا خالص ولا لحظه تقريبا، قاعدين مع بعض طول الوقت. ساعات كنا بنسمع ان حضرتك بتبقي حريصه ان تكوني موجوده في كل المشاهد حتى لو مالكيش يعني حتى لو مش هتمثلي اليوم ده، يعني موجوده قاعده موجوده باستمرار موجوده، بقينا صحاب، بقت صديقه، وهي بقت تجي لي، هي اخت ساكنه في اكتوبر، فكانت كل ما تيجي الاختها تعدي عليا. اكيد في حاجات بينكم مش هتيجي، وانا كنت بروح لها برضو، وانا هي اللي طلبت مني، يعني اخر يوم بقول لها يا رب نتقابل تاني، قالت لي نعم، يعني ايه مش هنشوف بعض، هاتي ورقه، وكتبت لي كل تليفوناتها وقالت لي نشوف بعض يا سمير. وفي الاخر اخر سنين اخر سنه اللي قبل اللي فاتت دي، اما ابتدت المسلسلات تبقى كلها ضرب وسكاكين وحاجات كده، تطلبني شايفه ايه اللي بيقدموه ده، ايه ده، ما تخلي محفوظ يقول لهم، ما تقول، يعني كانت مهتمه جدا بما يقدم، مش عاجبها، مش عاجبها وغير راضيه عنه، يعني فضلت تتابعه وكانت غير راضيه وكانت بتعبر كل ما تشوف حاجه تروح طلباني بتشوفي كذا، اقول لها لا مش فاتحه، لا افتحي شوفي بيقدموا ايه، يعني متابعه، كانت رافضه كل اللي بيتم تقديمه كل حاجة بهذا الشكل. وكانت متابعه كمان احوال البلد، لما البلد بقى اول ما حصل الثوره بقت قلقانة جدا، وكانت وقتها في المستشفى وجالها مندوب الرئيس السيسي عشان يطمن عليها، فقالت له طمني على مصر الأول، قال لها اطمني مصر بخير وإن شاء الله كل شيء هيتصلح واتطمني. فضلت مهمومة بما يحدث يعني، وكل شوية تكلمني قريتي كذا شفتي كذا، وهي بتتابع الاخبار بره كمان، يعني هي اللغات عندها قويه جدا. فتتابع الاخبار من راديو فرنسا ومن راديو انجلترا، فكانت تسمع حاجات تكلمني ده بيقولوا كذا كذا انا سمعت كذا، يعني كانت مهمومه كانت طول كنا الوقت. اخر بقى حاجه ويعني حاجز في نفسي اني ما حققتها لهاش، لما اتعمل قناه السويس الجديده كان النقابه عملت لنا رحله وانا رحت، ما قلت لهاش لان انا عارفه كانت بتتعب من المشاوير، ما تحبش يعني التعب، وكانت خارجه من المستشفى وعندها مشاكل، ما رضيتش اقول لها رحت. بس انا لما رحت وشفت وسمعت البرزنتيشن بتاع لواء منيش، ست الفريق مهمه منيش، اتبسطت قوي، وجيت طلبتها وقلت لها انا عايزه ارفع لك
معنوياتك زي ما انا راجعه معنوياتي مرتفعه. قالت لي ايه؟ قلت لها انا رحت قناه السويس الجديده وسمعت عنها المستقبل ان هيبقى ايه، مصر هتبقى جميله وهتحقق حاجات كتير قوي وقناه السويس. زعلانه منك، ازاي تروحي وما تقوليليش؟ لا يا سميره انا كان لازم اروح. وكادت تبكي. يا خبر. قلت لها والله العظيم هاخد منهم ميعاد، انا معايا تليفوناتهم. أيوة. هاخد منهم ميعاد ويوضبوا لنا رحله واخدك ونروح، ما تزعليش، انا كنت خايفه عليكي بس من مشواره، ورحنا باوتوبيس وكده. ودي كانت الامنيه اللي ما قدرتيش تحققها لها، كانت عايزه تروح. هم اتاخروا في انهم يجيبوا لنا تصريح وتوفت. دي كانت امنيتها اللي ما اتحققتش. دي كان نفسها تروح تشوف قناه السويس الجديده، كانت نفسها. طب لا نطلع فاصل، مش عايزه ازعلك. الله يرحمها. الله يرحمها، ست عظيمه وكانت فنانه عظيمه طبعا ومحترمه، وادت الفن كل عمرها. طبعا انا مش عايزه ازعلك. هنطلع فاصل صغير ونرجع بسرعه. خليكم. نرجع لحضراتكم من تاني، ولسه حديثنا مستمر والحقيقه الحديث طويل وشيق وممتع لدرجه اني مش عايزه اسيب ولا حته فيه لما ارجع لها تاني. وبنجدد طبعا الترحيب بالفنانه القديره العظيمه الاستاذه سميره عبد العزيز. و انا عارفه حبك لسيده الشاشه، وعشان كده قلت اخترت ان احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني الحديث. ربنا طبعا يرحمها وسكنها فسيح جنات، وانا عارفه ان حضرتك عمرك ما هتنسيها ابدا ابدا. انا عارفه المسرح والدراما خدوا جزء كبير من حياه حضرتك، وقدمت فيهم كتير بالمسرح القومي، مرورا بان حضرتك كمان كنت رئيسه لمهرجان المسرح القومي، رئيس لجنه التحكيم، رئيس لجنه التحكيم في المسرح القومي. لكن الاذاعه بقى، الاذاعه دي ما اقدرش اكون مع حضرتك وما اروحش للاذاعه، ولازم نسمع بصوت حضرتك معانا على الهواء. مش يعني اذا حضرتك تفضلتي علينا وقلت لنا جزء من فيلسوف تسترجعي بيه ذكريات الاذاعه. قبل ما اقول لك مقدمه قال الفيلسوف، ايوه انا اتعلمت الاذاعه مخاطبة الميكروفون من مين؟ من الرائد حافظ عبد الوهاب. كان في إذاعة اسكندرية، كان بينشئ إذاعة اسكندرية، وشافني في مسرحية اللي عملتها مع الطلبة في حفلة التعارف. قال لي تعالي مثلي معانا في الإذاعة. قلت له ما أعرفش. قال لي لا أنا هعلمك. وفعلا خدني الاستوديو وقفنا قدام الميكروفون. كانت أول وقفة قدام ميكروفون الإذاعة. ولا عمري شفت ميكروفون قبل كده. ولا دخلتي الإذاعة قبل كده؟ لسه عندي 17 سنة في سنة أولى جامعة. أيوه. وأنا في سنة أولى بحفلة التعارف دي لما أنا مثلت مع الطلبة، هو كان حاضر فرح لقيتني وقال لي تعالي مثلي في الإذاعة. وأخذ حضرتك معاه الإذاعة. علمني إزاي أخاطب الميكروفون، وإزاي أطلع صوت ضاحك، صوت باكي. إزاي تخاطبي الميكروفون، الميكروفون قبل المستمع. أمار، أنا بخاطب الميكروفون هوصل إيه للمستمع؟ يعني حسسني ان المستمع لازم صوتي ينقل له الحاله اللي انا بتكلم فيها. ايوه. وطبعا اشتغلت كتير قوي في اذاعه اسكندريه بقى طول ما انا في الجامعه، لحد ما سبت اسكندريه ورحت القاهره. وانا رايحه بقى القاهره رحت له للاستاذ حافظ وقلت له انا رايحه بقى القاهره، اديني جواب لبابا شارو عشان امثل في اذاعه القاهره. راح كاتب لبابا شارو جواب قال له أهديك صوتا جميلا ومثقفا، رجاء الاستعانة بي. أيوه. بابا شارو قاعد يتريق عليا. أيوه. قال لي هو في صوت مثقف؟ يعني ايه صوت مثقف يا اختي؟ قلت له لا حضرتك عشان انا بعرف لغة عربية كويس. قال لي يعني ايه عايزة تبقي مذيعة؟ قلت له لا ممثلة، احنا مثلنا في اسكندرية الإلياذة والأوديسة وعملت مسلسلات وبعرف العربي كويس. راح ضرب تليفون لرئيس البرامج الثقافية وقال له اتفضل يا سيدي حافظ عبد الوهاب بعت لك ايه؟
اتصرف انت. وكان اختيار الـ 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 البرنامج مين اللي اختاره، او مين او جت فكره البرنامج ده بقى موجوده؟ ما ابتدي، لا لسه البرنامج ما ابتداش. انا رحت اعمل مع بقى مدير البرامج الثقافيه، قراني كده قال لي انا عندي برنامج اسمه اماكن لها تاريخ، في ناريشن يعني الراوي والراويه. فقال لي اقري كده قدامي، فقريت قال لي لا والله صح، صوتك حلو صح. والعربي صح. انت معايا في البرنامج ده، وثبتني معاه في برنامج اماكن لها تاريخ. يعني كان قبل فيلسوف حضرتك اتثبتي في البرنامج أماكن لها تاريخ. ده كان بيعمل ربع ساعه كل اسبوع، وكان معادنا يوم كل يوم حد نروح نعمل نسجل، نقرا بروفه وننزل نسجل. تمام. بعد حوالي شهرين من كده من البرنامج ده، انا قاعده جايه باخد النص، قال لي لا سيبي انت هتعملي حاجه تانية. وراح مديني قال الفيلسوف. زعلت. ياه. قلت له تاخد مني برنامج ربع ساعه وتديني برنامج خمس دقائق، كان اجر الربع ساعه اكتر طبعا، وكانت المده كمان على على الاذاعه اطول. قال لي عبيطه، ده برنامج يومي وهيبقى باسمك. ايوه هيتقال اسمك في التتر. وقال لي والاستاذ اهو المؤلف الاستاذ محمود شعبان هو اللي اختارك. طب كويس جدا. فقلت له طيب حاضر هعمله. خدت قعدت اجرب اقرا، ما كانش اليوم ده تسجيل. اداني قال لي خدي بقى التسجيل، هنسجل بكره قال الفيلسوف. رحت البيت يعني اكاد اكون ما نمتش طول الليل، قريت كل الحلقات وقعدت افكر احط التلميذه دي ازاي. اللي هتبقى ساذجه ونفسها تتعلم. ايوه قلت لازم اديها يعني جزء كده من الدلع عشان يرضى الراجل يقول لها. ايوه بس كمان كان دلع فيه رقي جدا طبعا. يعني انا مرعيه ده عايزه تعرف شعر، اللي عايزه تسمع شعر دي، ولا عايزه تسمع قصه، ولا تسمع معنى كلمه. لازم تبقى ثقافه طبعا. رسمت الشخصيه ورحنا تاني يوم قلت له للاستاذ حسني عبد العزيز الله يرحمه، قال لي ايه يلا نعمل بروفا. قلت له قول لي لو عاجبك اللي انا بعمله ولا لا، قول لي ملحوظاتك يعني. فقريت انا والحاج سعد الغزاوي الله يرحمه، فلقيت الاستاذ حسني ما قال لا هو ده، انا عايز الاداء ده هو ده. حضرتك قعدتي سنوات طويله طويله طويله، ربنا يدي حضرتك الصحه. الناس خلاص بقت متعوده انها كل يوم بتفتح الاذاعه لازم تسمع صوت حضرتك ولازم تسمع فيلسوف. قال الفيلسوف. انا كده هسكت ونسمعها. طب نسمعها. كان لي صديق فيلسوف باقوال الحكماء شغوف، جئت اليه وسلمت عليه فرد السلام باحسن منه، وقلت له فيلسوف ماذا تقول في من يقول الحب حرام؟ فقال الفيلسوف وابتدي ويقول بقى في قصتي اجاباتي فاسمعيها يا بنياتي. والفينال كمان مين اللي حط الفينال؟ يعني ان هو بيقفل مع حضرتك الحديث وحضرتك بمنتهى الرقه بتقولي له الى الغد اذن يا فيلسوف. المؤلف بيهربوا بقى من الاجابه من اخر سؤال، دايما يحط اخر سؤال شيق عشان الناس تنتظر عشان الإجابة تسمعي المرة الجاية بتاعت بكرة. بيوحشك البرنامج والإذاعة؟ أوي بس أنا عندي كمية حلقات مسجلاها. ده كتير ما شاء الله. وبسمعها وسعيدة بيه أوي. عارفة كم سنة؟ احنا دلوقتي احنا بنتكلم ما شاء الله، مش عايزة أقول بس فوق 30 سنة، تخطينا فوق أكتر كمان 40 سنة. من سنة 73 ل 2011 حضرتك سجلتي كل توقفنا 2011 وده كان عشان توقف. اعتقد وقتها كان عشان حصلت مساله الثوره والاحداث. لا 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 حصلت. عملنا كذا، عملنا مرتين ثلاثه عن الثوره. بس بعدها لا. خلاص توقفنا لما توفى الحاج سعد. لان هو اللي كان بيكتبه. بس ما كانش الاحداث السياسيه ليها علاقه بال لا 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 اطلاق بان الموضوع لا لا. بالعكس خلص. عملنا كذا حلقه عن الثوره وعن الشباب وعن طب ايه
اذا عرض على حضرتك تعملي حلقات جديده ويكون في بديل للحاجات ساعات توافقي؟ يعني الإذاعة لما توفى الحاج سعد قالوا لي هنجيب حد تاني ويستمر البرنامج. قلت لهم لا. مع الحاج سعد يجي واحدة تانية، مع غير الحاج سعد يعني يجي حد تاني، يعني أنا مش هقدر. ما عندك مانع إنك تسندي؟ لا، ما كنتش عايزة أكمل من غير الحاج سعد. الحاج سعد بالنسبة لي كان أب، يعني من يوم ما ابتدينا وأنا بقول له بابا سعد، واقول له يا بابا سعد، وازعل واقول له يا بابا سعد الحلقات المره دي يا بابا سعد، يعني لكن ابويا وحبيبي وعشنا مع بعض خارج الاستوديو كمان طبعا اجلال واكرام، ويجيب لي كتب اقراها وانا يعني طلبت منه مره محفوظ، قال لي هات لنا الحاج سعد يشتغل معانا المسلسل، قال لي انا ما بحبش التلفزيون. بيحب الاذاعه. مرضيش. عشان كده حضرتك ما تحبيش انك تعملي حلقات من غيره. لا. وهم بقى يعني حصل ان بعد الثوره بداوا بقى عايزين يقتصدوا في الحاجات اللي بيقدموها. ما لقيوش حد يالفه، ما هو كان بيالفه الحاج سعد. ايوه. لما مات المؤلف الاولاني الاستاذ محمود شعبان كمله هو، كمل هو الكتاب، الحاج سعد هو اللي بيكتبه. ايوه. فلما توفى الحاج سعد بقى هم عايزين اللي يقوله واللي يكتبه. فبقى طبعا ده مستحيل، ما بقاش صعب. فتوقف. طيب ارجع بقى لشريك العمر، دايما حضرتك يعني شريك حياتك وروحك الثانيه اللي عشت معاكي، الاستاذ الكبير الراحل العظيم الاستاذ محفوظ عبد الرحمن، ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته، والبيت والذكريات، واول لقاء بقى قابلتيه فين؟ كان هجومي. أول لقاء كان فيه صدام، كان فين بقى؟ أنا كنت وأنا في المسرح القومي كنت عضو اللجنة الفنية، نقرأ الحاجات اللي تتعرض على المسرح، فبعتوني أشوف مسرحية فرقة الكويت عاملاها وأقول دي تتعرض على القومي ولا لأ، كانوا عايزين يعرضوا على القومي. تقيميها يعني المسرحية؟ يعني أكتب عليها تقرير يعني. رحت شفت المسرحية، كان في مسرح سيد درويش في الهرم بتاع الأكاديمية، اتجنيت على المسرحية، عجبتك جدا، تحفة. دي كانت مسرحية حفلة على الخازوق. أيوه. تأليف محفوظ عبد الرحمن. قلت لهم فين المؤلف، عايزة أهنيه يعني. قالوا لي في الكويت. قلت لهم هو كويتي؟ قالوا لي لا ده مصري. تمام. اتغصت، قلت مصري ومدي مسرحية حلوة زي دي للكويت وما يديهالناش، لكن ما قابلتوش لأنه كان في الكويت. جالي مسلسل تلفزيون عنترة، شركة قطاع خاص، لقيت محفوظ عبد الرحمن، قلت لهم ده بتاع حفلة على الخازوق، لقيتهم مش عارفين. قلت لهم ده اللي عامل حفلة على الخازوق؟ قالوا لي ما نعرفش بس هو في الكويت. قلت يبقى هو. أيوه. طب فين موجود؟ قالوا لا موجود لسه في الكويت، كان بيشتغل في تلفزيون الكويت وقتها. قريت المسلسل تحفة، والدور أدوار النساء حلوة جدا. قلت إيه الراجل ده اللي بيحترم المرأة لهذه الدرجة؟ لا أدوار حلوة جدا، أدوار حلوة قوي، وأنا دوري كان جميل قوي، بنت الملك اللي حبت أخو العبد. العبد أخو عنترة، أخو عنترة كان عبد الله غيث، واصرت تتجوزه وفرضت رايها على ابوها وعلى المجتمع وعلى القبيله فقلت ايه يعني احترام المراه ده، ويعني ده اللي لفت نظرك في ادوار حلوه في كتابات استاذ محفوظ. اول حاجه احترامه للمراه، للمراه. هو بيحترم المراه جدا جدا في الطبيعه وفي الفن يعني. ايوه. وبرده ما شفتوش. واشتغلتي المسلسل من غير ما اشتغلت تقليل. المسلسل المسلسل اللي بعده بقى بعتولي برضو نفس المخرج، المخرج اردني كان استاذ عباس قرناؤوط، اخرج كل شغل محفوظ. ايوه. بعت لي فقلت له لا ده دور صغير قوي بقى، يعني انا بعد ما اعمل الدور بتاع عنتره العب الدور ده لا انا جاي اعتذر. قال لي يا ست سميره احنا عاوزينك معانا، والمؤلف موجود ممكن نقول له يكبر الدور شويه.
قلت له هو فين؟ اشوف بقى المؤلف ده اخيرا بقى اللي انا معجبه بيه. ايوه طبعا. قال لي اللي قاعد هناك ده. رحت له جري. حضرتك الاستاذ محفوظ عبد الرحمن؟ قال لي ايوه يا فندم. قلت له حضرتك كاتب حفل على الخازوق؟ قال لي ايوه يا فندم. قلت له ازاي تديها للكويت وما تديهاش لمصر؟ ايه بتجري ورا الفلوس؟ يا خبر هجوم ومنفعله. ايوه. فهو برقته الشديده راح عامل لي كده. مش تعرفي القبله انا ليه اديتها للكويت؟ ايوه. قلت له ليه؟ كل شخصها موجوده في القومي. قال لي الرقابة رفضتها، رقابة المسرح عندك رفضتها. رفضت وقتها. قلت له انا متأسفة جدا ما كنتش اعرف. يعني هو ما سعاش انها تكون للكويت، هو حاول ان هو هو حاول يقدمها لمصر بس الرقابة وقتها رفضتها. رفضت العمل المسرحي. فقلت له طب في حاجة تانية؟ قال لي ايه؟ قلت له الدور ده صغير قوي، بعد ما اعمل المتجرده في عنتره العب ده، الاستاذ عباس بيقول ممكن تكبر الدور. قال لي اسف ما بكبرش ادوار لحد، عاجبك اشتغلي مش عاجبك اعتذري وانا قابل اعتذارك. يا خبر. استخسرت اخسره. مؤلف وهو كويس وهو عاجب حضرتك كمان الشغل والورق وكل حاجه. قلت له طب شوف حضرتك انا هعمل الدور ده بس على وعد بقى المسلسل الجاي يبقى فيه دور حلو. كويس. قال لي اوعدك. تمام. وامتى بقى عملت الدور ده بتاع كان الفاتح؟ أيوة. محمد الفاتح. عملت الدور، والسنه اللي بعدها بقى عمل مسلسل ليله سقوط غرناطه. ايوه. وبرده كنا بنعمل بروفات هنا وبعدين نسافر عجمان. هو جه معانا. الدور كان جميل جدا بتاع ليله سقوط غرناطه، والمسلسل نفسه تحفه. وابتديتوا امتى بقى؟ ابتدينا بقى نصور وهو ينزل شويه يتفرج وبعدين نطلع نحكي له، وبالليل بنقعد ناكل كلنا مع بعض وبنتكلم وكده، يعني عرفنا ايه اخلاق بعض وكده. جاي بسلم عليه واحنا ماشيين بقول له يا رب نتقابل تاني. قال لي بقول لك ايه، ما تتجوزيني على طول كده على طول كده. قلت له لا انا مش عايزه اتجوز، انا ليا تجربه وعندي بنت وانا بحب الفن قوي وعايزه اتفرغ له، مش عايزه حد يعطلني عنه يعني. كويس. قال لي وانا زيك ليا تجربه وعندي ولد وبنت وبحب الفن زيك ونعمل فن كويس مع بعض. كويس جدا. وقد كان. قلت له سيبني افكر. قعدتي كتير تفكري؟ سنة. سنة بتفكري بس بقى ايه، خدنا تليفونات بعض. يعني عرفته اكتر بقى، مرحلة تعارف شوية. مكالمات التليفون. ناس كتير استاذة سميرة ما كانوش بيفرقوا بين يعني بنت حضرتك وبين ولاد الاستاذ شبه بعض. احنا عرفنا ده مؤخرا يعني. احنا حتى كنا فاكرين انه التلاتة ربنا طبعا يحميهم ويحفظهم هما اولادكم انتوا الاتنين، بعدين مؤخرا ابتدى الرأي العام والناس يعرفوا ان هما مش اولادكم، يعني مش اولاد مشتركين بينكم وبين بعض، لكن احنا ما حسيناش بده خالص طول السنين لحد ما حضرتك في مرة صرحتي بده، وناس كتير كانت مستغربة حتى يعني من التصريحات ان حضرتك انا اسفة يعني قلتي وقتها انه انا ليا بنت واحده وانه هما ولاد الاستاذ محفوظ الله يرحمه مش اولادك يعني. ما هم كانوا معايا. لما اتجوزنا بقى البنتين كانوا بيناموا عندي. بس الولد عشان يعني يبقى لوحده خدنا له شقه لوحده. أيوة. صغير. أيوة. لكن هم معايا بياكل بينزل ياكل معانا يعني كانت في نفس البيت. أيوة. وتربوا مع بعض معايا. وانا ابدا ما في فرق اطلع. يعني انا احضن البنتين في صدري كده زي بعض بالظبط. وكنت اسافر بره من سفريات الشغل بره اجيب ليدي وليدي، دي زي ما بجيب ليدي بجيب ليدي، الاثنين نفس الحاجه ما فيش فرق خالص. عشان كده الناس ما حستش. وبقينا نخرج سوا ونسافر بره مع بعض. ايوه.
خدتهم كلهم معانا فرنسا، فسحناهم، فما كانش في اي فرق. ايوه لحد بقى ما كبر باسم واتجوز، راح لوحده راح بيته. اللي هو باسم المخرج، ايوه وفضلت مها معايا لحد ما راحت بعثة انجلترا، راحت ومنار اتجوزت، وهي مها اتجوزت هناك في انجلترا، ايوه وخلاص كل واحد عاش حياته بقى. لكن فضلنا مع بعض أسرة واحدة، أنا ما حدش حس خالص ابدا بالموضوع إطلاقا، ده على وجه والبنات يحبوا بعض حب شديد وشبه بعض. جدا. عشان كده لو ما كانش دايما نلاحظ، كنا في المجلات لما ينزل صور او كده، لو ما كتبوش كانت صعب للناس شبه تفرق. بعض خالص، يعني هم فوق بعض البنتين صورهم، قدرتوا تحس تجمعوهم، انهم ما فيش اي ما فرق فيش بينهم. اي فرق بينهم. سنين طويلة كانت عشرتكم مع بعض، وحضرتك كنت في مسيرتك الفنية والعمل والشغل والمسرح والدراما، وأستاذ محفوظ بيكتب ويمتعنا بأعمال بقى في يعني خالدة في الذاكرة وفي الوجدان، وأعمال يعني صعب يعني، مش عايزين نقول من المستحيل، ولكن أعمال عظيمة كلها لن يعني لن تكرر. التوازن ده بقى في البيت مشيتوا فيه ازاي يا أستاذ سمير؟ يعني هو كان بيقول خدي ده وما تاخديش ده، وانتي ممكن تقولي له اكتب دي او بلاش دي، او لما يجي يكتب عمل يعرض عليكي ويحكي لك انا عايزة اعمل كذا، ولا كنتوا بتحترموا انه او ما تحبوش خلط الامور؟ اول ما اتجوزنا جريت بقى ابص في ورقه، مسك ايدي أي قال لي ورقي ما يتبصش فيه الا لما انا اديهولك بنفسي. لكن انت ما تقريش حاجة انا انا بكتبها. ما ببصش بنفسي، انا راح امسك اشوف كده هو بيكتب في ايه، عندي رغبة فضول اعرف حتى بيعمل كمان. ايه. راح ماسك ايدي وقال لي من فضلك ورقي ما حدش يبص فيه اطلاقا الا انا تقول لي خدي اقري ده. سمعت الكلام، قلت له بحترم ده جدا، و وما فكرتيش ولا مرة تقري حاجة إلا لما يديها لك. الا ما هو يديها لي. فكان كل ما يكتب هو، يعني بالحظ بقى هو بيكره الارقام، أيوة فكان يكتب الورق كله ومش مرقم لا الصفحات ولا المشاهد. أيوة فكان ايه يقول لي ممكن ترقمي لي الصفحات والمشاهد؟ قلت له طبعا، ده فرصة. بفرح عشان اقرا. فكنت تقعدي تتولي مهمة الترقيم اقرا وارقم المشاهد وارقم الصفحات عشان ما تضيعش طب تتلخبط. كنتوا بتاخدوا رأي بعض في الشغل؟ وبعدين انا بقى بعد ما اقرا اجري عليه ابوس راسه واقول له جبت الافكار دي منين، يجنن حلو قوي. يعني كنت انا معجبه قوي بكتابته. طبعا. طيب استاذه سمير، ما كنتوش بتاخدوا رأي بعض؟ يعني هل كان يجي يقول لك انا هبدأ قصة معينة، هبدأ موضوع معين، امتى كان بيجي يقول لك انا هشتغل في ايه او هعمل ايه؟ لما بتخطر على باله فكرة عمل، يعني مثلا اما كان عايز يعمل ام كلثوم قال لي ايه رأيك انا عايز اعمل قصة ام كلثوم؟ قلت له يا ريت، ده سعد الدين وهبة ما عرفش يعملها، خالص. كان ابتدى كان هيعمل فيلم وما عملهاش. توقف وقتها. ايوه فانت هتقدر؟ قال لي اه انا هعملها للتلفزيون. وابتدى بقى ايه يحضر لام كلثوم. لما راح تميز الزهيره رحت معاه، سافرتي معاه وقتها؟ ايوه عشان اشوف بيتكلموا ازاي. يعني هو قبل ما يحضر للمسلسل سافر راح البلد. انعام وهو وانا والمصور وحد كمان من الانتاج، رحنا كلنا تميز الزهيره. انا كان همي اتكلم مع الستات، طبعا. فروحت على السوق، واحده بتاعت جبنه قاعده في الارض، رحت قاعده جنبها قلت لهم لفوا انتوا وارجعوا لي وفضلتي قاعده في السوق عشان وقتها. اشوفها بتتكلم ازاي اللهجه، لان انا عرفت ان انا هلعب امها. ايوه فكنت حضرتك عايزه تاخدي خبره من اتقان عايزه اخد اللهجه خبره بتاعته. في اللهجه ايوه واشوف الفلاحين هناك لابسين ايه عشان ما نعملش حاجات اوفر.
وابتدى يلف استاذ محفوظ وحضرتك في القريه وقتها. يعني ده كان ايه اما يبدا اي عمل جديد يقول لي أنا هو كان بيحب يدور الاول طبعا قبل ما يعمل اي عمل. هو كان همه كله محفوظ ما يفيد الانسان المصري، عايز يوري مصر او عايز يورينا كلنا تاريخنا فيه ايه، لان هو كان غاوي التاريخ، هو دارس تاريخ اساسا، خريج الادب تاريخ، وقاري في التاريخ، هوايته قراية التاريخ كله. لو تشوفي المكتبة كلها كتب تاريخية، فهو كان عايز يقول للناس ان تاريخنا مليان امجاد ومليان ناس عظيمة. عشان كده دور على بوابة الحلواني ايوه، ودور على حفر قناة السويس، ده بوابة الحلواني، وعمل برضو عناصر 56 عشان تأميم قناة السويس. قناة السويس، وعمل الفاتح بقى محمد الفاتح، مجموعة كبيرة من المسلسلات كانت ليها علاقة بالتاريخ. وعنترة عالجه مش زي ما شفناه في الأفلام. أيوه. الحرية. الحرية إزاي تخلي البني آدم له قيمة. فهو كان كده محفوظ. هو كان بيميل لسرد حتى السيرة الذاتية، هو لا يميل لتغيير التاريخ بقدر ما كان بيخليكي تحسي إنك برضه ما بيغيروش مع الاطار الدراما. عمل سيد درويش. ايوه. قال لك ده شخصيه هامه في مصر. وكان عامل مشروع للتلفزيون كل شخصيه قدمت حاجه لمصر يكتب عنها. عشان تبقى نموذج للشباب يحتذي بيه، تبقى مثل اعلى. يعني عبد الله النديم. انزعج من الفيلم، من فيلم ام كلثوم، هل ده كان حقيقي؟ لا يعني لا مش الفيلم، هو ما عملش الفيلم. ايوه انا عارفه هو ما عملش الفيلم، ولكن الفيلم جه بعد بعد المسلسل. جه بعد اذاعه المسلسل، والمسلسل الحقيقه نجاح كبير جدا، منقطع النظير وقتها، وحتى مع اعاده عرضه لحد دلوقتي. الفيلم سقط. بالظبط. وقالوا انه استاذ محفوظ وقتها الله يرحمه، وحضرتك قولي لنا صح او غلط، انه استاء انه يتم اعاده صياغه سيره ذاتيه للسيده العظيمه ام كلثوم بهذا الشكل لمجرد ان احنا نعمل فيلم في السينما. هل ده ازعجه او ضايقه؟ هو زعل. لا هو لام فاضل. قال له ايه اللي انت جايبها واحده قاعده مع رجاله، ركزت على ناحيه مش موجوده اساسا في ام كلثوم. وفعلا اتضايق. انا مش بكلم اتضايق انه اتعمل فيلم، ولكن هو اتضايق على طريقه السرد او انه يتعمل سيناريو او قصه بالشكل ده عن ام كلثوم. هو اتضايق لان هو قدمها، قال لك ما يهم الناس ايه، الست اللي بدأت من الصفر اللي ما كانتش بتعرف تقرأ وتكتب تبقى اعظم سيدة، تبقى يعني في المكانة دي. وعايز يوري اي اسرة فيها موهبة ترعيها ازاي، لان ام كلثوم اللي رعوها اثرياء القاهرة طبعا، اللي بقوا يعملوا لها حفلات خاصة ولبسوها، ويعني رعوها واهتموا بيها ووصلوها لانها تبقى كده. فعايز يقول اي موهبه موجوده لازم نهتم بيها. فكان ده هدفه من ام كلثوم، عشان كده رفض الطريقه اللي اتعمل بيها الفيلم. بالظبط. طيب يقال برضو ان حضرتك كان ليكي دور كبير جدا في اختياره للفنانه طبعا الجميله صابرين انها تأدي الدور، مش اي حد تاني، وانه لما جت الفكره كنت حضرتك من اكثر الداعمين، ده حقيقه؟ الحقيقه اللي اختارتها انعام محمد علي. ايوه. استاذه انعام كانت مرشح ناس كتير، نجمات طبعا، نجمات سينما. لكن انعام لقت كان ايامها بيتذاع مسلسل لصابرين عامله فيه فلاحه وهانم. ايوه. فجت هي شافته وقالت لمحفوظ شوف البنت دي في المسلسل، قال لها مسؤوليتك. الممثلين مسؤوليتك. فقالت له بص ده فيها شبه من ام كلثوم، وصابرين بتعرف تغني فهتبقى ودنها حلوه مع البلاي باك بتاع الاغاني. وفي الوقت نفسه تلعب فلاحه وتلعب هانم، زي انا شفتها كده. قال لها والله مسؤوليتك، انت المخرجه وانا ما عنديش مانع. انا قلت له لا يا محفوظ دي بنت كويسه قوي وشاطره مجتهده جدا. يعني حضرتك فعلا دعمتي دعمت صابرين، دعمت انعام في اختيار صابرين. وما حسيتيش يعني في المسلسل بغربه من الاداء انها بنتك، يعني ان انت ابدا
لحد النهارده بتقول لي ماما وانا بقول لها يا بنتي لحد اللحظه لحد دي. النهارده وطول المسلسل كمان الناس حتى رغم انه اتغير يعني لانه كان في كذا مرحله عمريه كمان لام كلثوم ما هو طفله وبعدين شابه رهام رهاب عبد الحكيم هي اللي عملت في دور الشباب غنت يعني وبعدين صبري بس الدور كمان لما حضرتك اخترتيه حضرتك كنت فيه ام مصريه وبعدين في مرحله تحول انك بتدي احساس بالاداء انك خلاص انت ما زلتي الام المصريه بس تتعاملي مع بنتك باعتبارها هي نجمه كبيره طبعا وكوكب الشرق بالنسبه طبعا للناس ده ما حضرتك ما حسيتيهوش انه ممكن مثلا في لحظه من اللحظات يدي او يقلل من الرهبه الخاصه بدور اللي هو دور الام اللي بتمسك وقت المشاهد الصعبه اللي بتعدوا بيها؟ لا بالعكس انا كنت متفرغه تماما للدور وقاعده مع الست احسان اللي قلت لك عليها اللبيسه بتاعتها او مساعد لا ست احسان دي قعدت معاها قعدت تعليم ثلاثة عشان افهم منها ام كلثوم كانت بتعمل ايه في البيت دي كانت عاشت معاهم عاشت مع ام كلثوم 40 سنه في بيتها عايشه معاها في بيتها وحتى لما اتجوزت جوزتها السواق بتاعها وعاشت برضه في بيتها بنت لها حاجه في الجنينه وكملت فعايشه معاها وسافرت معاها كل السفريات يعني حافظه ام كلثوم بالملي فانا خدتها بقى وقعدت اقرر فيها واعرف منها كانت بتعملها ازاي الام كانت بتعمل ايه حتى عملت في المسلسل حركه انعام استغربت وعملت ستوب وبعدين قلت لها لا ده انا عارفاها من الست احسان كانت بتقول لك يوم الحفله الست احسان دي تعمل اكل ام كلثوم الشوربه شوربه فراخ وتطلع بيها تداريها بالطرحة عشان ما حدش ينظرها ينظر الأكل اعتقاد أيوة طبعاً وتطلع تقعد على قدامها لغاية ما تشرب سلطانية الشوربة وتنزل هي تروح الحفلة فأنا في المسلسل رحت عاملة كده عملتي نفس الحركة فبتقولي إيه ده؟ نعم قلت لها لا ده انا عارفه ده من الست احسان وبرده كادت امها دي اما تيجي تسلم على حد تروح حاطه الطرحه على ايدها تلف الطرحه طبعا نوع من انواع الخجل الفلاحين طبعا يعني ده اللي قالتها لي برده الست احسان هي اللي قالت لحضرتك كل قالت لي كانت بتعمل كده قلت لها قولي لي حاجات كانت بتعملها فحكت لي فانا عملتها فانعام استغربت في قلت لها لا ما انا عارفه كل ده من الست احسان ومشي طيب الاستاذ محفوظ الله يرحمه حضرتك قلتي كان بيقول لك افكار ويحكي لك قبل ما ينفذها ايه الفكره اللي حلم بيها وقالها لك ولم يقدر لي اكتمالها زعلانه انها ما تمتش لاني انا اللي حطيت اسم العمل قال لي انا عاوز اكتب عن حتشبسوت الست دي حكمت 30 سنة وعملت أعمال جليلة لمصر خاصة بالنيل والسدود والحاجات دي وأدارت البلد إدارة حكيمة جدا فأنا عايز أكتب عنها قلت له فكرة حلوة يا محفوظ لكن لو قلنا فرعنا لو قلت حتشبسوت يمكن البلاد العربية ما تحبش تاخد العمل ده والتسويق ما ينفعش وكان طبعا هو هيعمله للتلفزيون المصري قال لي طب امال نسميها ايه فانا سرحت كده وقلت له ملكة مصرية مش هي ملكة بس احنا مش هنقول مين يعني الاسم مش هيقول مين هي الملكة التتر احنا بنقدم مسلسل ملكة مصرية وبدأ فعلا فيه كتب الملخص وكتب التريتمنت كله والمخرج خده للمنتج تباطؤوا في التعاقد معه هو ما كانش أبدا يبدأ الحلقات إلا لما يتعاقد الأول تمام
فما تمش، ما تمش اللي. وده اللي انا زعلانه انه ما اتكتبش، لانه في الفتره دي جاب كتب تاريخ الفراعنه كلها كلها يقراها. هو على صله بالدكتور زاهي حواس طلب منه كل كتب الفراعنه وقراها كلها عشان يكتب صح عن حتشبسوت. ولم يكتمل هذا، ولم يكتمل. الاوراق الاستاذ محفوظ سابها لحضرتك، الكتابات بتاعته او الجمله اللي قبل ما نستاذن حضرتك نروح نزور المكتبه مش ممكن تنسيها، او اللي سابها لك هتفضل دايما تحبي ان الجمهور والناس كمان يعرفوها. على سرير مرضه الاخير كان طبعا انا قاعده معاه على طول، فكان بتجيلي اوردرات بعتذر بقول لهم لا اسف عشان محفوظ تعبان وانا قاعده معاه واعتذر. مره زهقت بقى من كتر التليفونات قلت انا هعتزل خلاص محدش يكلمني. راح رافع صبعه كده وقال لي لا يا سميره ازعل منك، احنا مش بس بنقدم فن، احنا بنقدم رساله. انا لو في عمري، لو لي عمر ولسه هعيش هفضل اكتب وانتي تفضلي تشتغلي، لان احنا شغلنا رساله مش مجرد فن. انا عملت بده ونزلت فورا اشتغل، واديني بشتغل اهو مسرح دلوقتي. ربنا يدي حضرتك العمر والصحة وتقدري دايما انك تنفذي وصيته، ويفضل دايما تاريخه وذكراه يعني خالدة طبعا بأعماله وبعمل حضرتك. أنا حاسة إنه موجود معايا، فارقني جسمه بس، لكن أنا بسمع صوته شايفاه قدامي باستمرار، بحس إني بخاطبه يعني أحيانا أبقى عايزة أكلمه وأبقى حاسة رده كان إيه، يعني هو معايا معايا طول الوقت. دايما بتتخيلي بس أذنك الله يرحمه ويحسن إليه. ونزور مكتبة الأستاذ. الرضا بقضاء الله رحمة، الحمد لله أنا راضية بقضاء الله ومصبرني ومش حاسة إنه راح، هو معايا كل تأكيد. تحبي تفتحي لنا إيه بقى من الأسرار وتورينا إيه في المكتبة؟ إحنا مش هنختار، ما تسيب حضرتك تقولي لنا إيه اللي تحبي إن إحنا نشوفه والجمهور وعشاقه ومحبيه ومحبين حضرتك يشوفوه من المكتبة الكبيرة العظيمة، واحنا عارفين قد ايه كان حريص على شراء الكتب وانه يقتني اكبر عدد من الكتب، يمكن مكتبة عظيمة وكبيرة. فاحنا نسيب لحضرتك الاختيار وتختاري لنا اخر كتاب كان حريص ان هو يقراه وحضرتك تقول لنا عليه. هل تقدر حضرتك نروح المكتبة؟ يعني واحنا مع حضرتك في المكان كل وسام وكل لقطة وكل صورة حاسة ان احنا محتاجين حلقة معاها وحوار، لكن طبعا بشكرك على ان احنا هتكون ختام حلقتنا مع حضرتك الجولة الجميلة دي. كل الحاجات اللي خدها محفوظ، كل يعني الأوسمة الشهادات الكبير. التكريمات دي التكريمات كلها، لكن هو خد كل جوائز الدولة، خد التشجيعية وحجزوها لأنه كان سنه صغير فادوها له السنة اللي بعدها، وخد التقديرية وخد جائزة النيل وخد وسام العلوم والفنون، يعني خد كل الجوائز التكريميه اللي موجوده كلها في كلها. وحضرتك هنا برضو كل دي جوائز كل دي بقى التكريمات ومن جهات مختلفه. انا اصلا لما سالت حضرتك على المكتبه قلت لي البيت كله المكتبه. عندنا ثلاث مكتبات، اوضه كامله مكتبه، وبعدين الكتب زادت فدي مليانه، دي مكتبه مليانه. وهنا الناحية التانية مكتبة. ليه هنا في الشابو والأباجور على وجه التحديد اشمعنى أنا اللي عاملاها؟ حضرتك اللي عملتيها بإيدك وحطيتيها هنا في الركن ده. وكملتي ده ولسه كل ده مكتبة برضو؟
يعني احنا مكتبة لسه، أوضة بقى، لسه اوضه أوضته كبيره، أوضته. اوضه الاستاذ محفوظ مكتب. طب اتفضلي حضرتك عشان في كل حتة مكتب، في كل كل حته. حتة كتب يعني، هنا حضرتك حاطه صوره للاستاذ محفوظ وحفيدي، ده ده حفيدي أنا، حفيد حضرتك وحفيده برضه، تحتيها صوره. وحفيده طبعا ده نزل ورا التربة والله، وهم بيدفنوه قال لهم أنا مع جده، أنا مع جده، ورمى نفسه وشالوه بالعافية، ده متربي في حضنه كده. وحضرتك الصورة مع دي صورة مع الزعيم، عادل إمام في المسلسل. ده المسلسل الوحيد اللي جمعكم مع بعض، المسلسل العمل الوحيد، وده جزء برضو من الكتب كتب كتب، ما يسمع عن أي كتاب. كتاب يطلع إلا لازم يجي. فين بقى المكان اللي كان دايما يحب يقعد اتفضلي فيه؟ شوفي على الباب في مين. بس جمال عبد الناصر، فيلم ناصر 56 طبعا، ده بورتري، ده كان رسمه له واحد حد رسمه له في حفلة من الحفلات، أظن كان السويس ولا إيه مش فاكرة، وأعماله حط أعماله ناصر وحطه هو قاعد 56 وقت عليها. الحلواني والحفلة على خازوق، ده العمل اللي حضرتك بتحبيه، وسقوط غرناطة وسليمان الحلبي والفاتح وعنترة، نسي يحط أم 22 كلثوم ونسي. مسلسل من أحلى ما يمكن. طبعا طبعا، ده بقى كان المكان اللي كان بيكتب يقعد هنا، حضرتك قلتي انه زي ما هو، ما فيش اي حاجة. لسه أوراقه بحالها، حاجته بحالها. أنا أهي كل زي الورق اللي سايبه في آخر، أنا سايباه بقى شوية بشوية بدور، لأن له نص، في نصوص ما اتعملتش، هحاول حضرتك بتحاولي تدوري عليها، وان شاء الله تعيدي مرة تانية في نصوص انها بخط تبقى. إيده لسه ما اتكتبتش يعني، فبعملها. لكن هو كان حريص على انه يقتني دايما الكتب، واضح ان هو كان من محبي الاستاذ هيكل قوي، لانه برضو ليه كتب كتير الاستاذ كتب هيكل. هنا جوه الكتب اللي تأليفه واللي كاتبين عنه، هنا الكتب اللي هو بيقراها. ودي فوق بقى اوراق وسيناريوهات ايوه كل ده الورق بتاعه، السيناريوهات. والدرافت بتاع السيناريوهات اللي كان ايوه بيعمله ايوه وكده. ده كتاب ام كلثوم اللي رجع له، جابه من لبنان، ده كتاب. ده ايام ما كان كل بيكتب. كل ده هو الكتاب. ده كتاب. حضرتك حتى يعني انا اسفه، سايبه حتى ادويته لسه ما شلتهاش، الادويه اللي كان بياخدها مكانها، كل شيء مكانه. صورتي وصورة بنته اهي، حطيتهم دول يعني، كان لازم يبقوا قدامه باستمرار. كان لازم يحط بيحب مها صورتين قوي، قدامه. مها بتدرس في انجلترا في الكامبريدج، فكان دايما دي تكون اللي هي شاطره قوي في المذاكره، والكل يقول طالعه زي بتفكر، صورتها وصورة حضرتك لازم يكونوا دايما قدامه قدامه. ومعاه. يعني مره ما اعرفش حد شال دي وقال لا الصور دي تتحط قدامي محدش يشيلها. تفضل زي ما هي بنفس الترتيب، يعني المكتبة كانت بنفس الترتيب في الأربعين بتاعه أنا عملت أيوه الكتاب ده، أيوه يعني جمعت كل اللي كتبوا عنه وطبعته وفرقته عن الناس. أنا هستأذن حضرتك، تفضلي أنا بشكرك تفضلي. جدا جدا. وله مخرج في الكويت صديقه في الذكرى السنوية راح كاتب عمل الكتاب ده، خدي واحد. بشكرك جدا، بس أنا هاخدهم بتوقيع من حضرتك بعد إذنك. أنا بشكرك جدا. لا العفو. الكتاب مدام سميرة أخيرا للأستاذ سعيد، أستاذ عفوا أستاذ محفوظ، كان حريص إنه يكون معاه دايما، كان إيه؟ كتاب تاريخ كتاب تاريخ جنب الكومودينو جنب السرير. كتاب تاريخ يقرا كل ما كتب في التاريخ، كل البلاد عندنا كل كتب، مش بس هنا، احنا في عندنا اوضه فوق، يعني غير الجزء ده في في فوق، في مكتبة عندي تانية. الاف، كل ده هديه هديه لمكتبه اسكندريه.
يعني حضرتك ان شاء الله هقدم المكتبة بتاعته لمكتبة اسكندرية. قلت للدكتور مصطفى الفقي وقال لي اديني فرصة نرتب المكان وابعت لك ناس بقى ياخدوها. ويكون في جناح هناك باسم الاستاذ محمود عبد يكون في الرحمن جزء خاص بيه وياخد كل كل المؤلفات الكتب دي، لان في انا هنا احنا عارفين ان في حاجات نادرة جدا وكتب في كتب حتى مش موجودة بيجيبها في كان دار من بره الوفاء. كمان، يعني ما يلاقي يسمع عن كتاب صدر في سوريا كنا نسافر عشان يجيب الموسوعة ونيجي يسافر بلد تانية عشان يشتري الكتاب، يشتري الكتاب. بيبقى مجموعة كتب يعني موسوعة واحدة من دول مثلا. أيوة. وكان صديق لواحد بتاع مكتبة هنا بيقعد في ميدان سليمان باشا، ده ينزل بقى منطقة أي وسط ما البلد ينزل أي حاجة ويختار بقى. يضرب له يا أستاذ في كتاب كذا كذا يقول له بعته على طول. كل الكتب يعني هاوي جمع الكتب. جمع الكتب قرايتها مش جمعها وبس، طبعا والقراءة قاري طبعا، كله، كل ده ما وخصوصا قراه، كتب كل ده الهند زي قراه، ما حضرتك قلت. كل ده قراه. طب مدام سميرة، لو طلبنا واستأذننا حضرتك يعني انك تختم لنا الحلقة من المكان ده، انا يعني مش قادرة اكون يعني اشارك حضرتك في يعني عايزة، حاسة ان انا محتاجة اسيب لحضرتك الحلقة تختميها بنفسك وتوجهي رسالة للناس كلهم اللي بيحبوا حضرتك وبيعشقوكي وبيعشقوا طبعا الكاتب الكبير والعظيم الاستاذ محفوظ عبد الرحمن، وكانوا بيشوفوكوا قد ايه نموذج للزوج والزوجة، ويعني رحلة كبيرة جدا. فأنا بشكرك جدا على الاستضافة، وبشكر حضرتك انه يعني احنا دخلنا المحراب التأليف يعني ربنا يرحمه، والإبداع الكبير هو لدرجة انه محفوظ يعني بقول للناس كلها، وكان بيقول لأحفادي لازم تقروا الكتاب صديق الإنسان. طبعا الميديا الجديدة الولاد كلهم دلوقتي بيستعملوا بس الكمبيوتر، أي معلومة يجيبوها من الكمبيوتر، فالمعلومة دي بتبقى سطر سطرين. هو كان بينصح الولاد أحفادنا يقول لهم لأ، أما هتقرا سطر هينتهي هتنساه بسرعة، لكن لو قريت الكتاب هتعرف حاجات تانية كتير، خلي الكتاب صديق لك. فهو كان مؤمن جدا بالقراءة، فأنا بقول للشباب يا رب انتوا كمان خلوا الكتاب مع الكمبيوتر برضو، ما تعتمدوش على الكمبيوتر وتستغنوا عن الكتاب. طب والفن بقى استاذ حضرتك، الفن والفنانين. الفن اللي بقولها دايما يجب الدولة تدعم الفن الجيد، والعملة الجيدة هتطرد العملة الرديئة. احنا دلوقتي في فن رديء، طبعا لو عملنا فن جيد الدولة تدعمه وزي ما كنا الأول كان طبعا التلفزيون بيعمل مسلسلين وثلاثة، فين المسلسل الديني؟ فين المسلسل التاريخي؟ فين المسلسل الاجتماعي المحترم؟ كل ده احنا مفتقدين. الدولة لازم تعمله. لما الدولة هتنزل بفن جيد هينزوي الفن الرديء. لما كانت الدولة بتعمل مسلسل ديني القطاع الخاص عمل مسلسل ديني، أنا عاملة الإمام الشافعي والإمام الشعراوي مع قطاع خاص مش مع التلفزيون المصري، فطبعا لأن هم عاوزين ينافسوا الإنتاج بتاع التلفزيون. طبعا لما هم بطلوا ينتجوا خالص سيبنا الحبل على الغارب للمنتج المعلن لحد ما اللي باظ. بوظ لنا الإنتاج كله. نتمنى رسالة حضرتك توصل، ويعني شكرا لحضرتك على وقتك، ونرجو ان احنا ما نكونش ازعجناكي ولا اثقلنا عليكي. لا أبدا، شرفتونا وبشكرك وانا جدا. اللي بشكر حضرتك. شكرا للفنانة القديرة الأستاذة سميرة عبد العزيز، حقيقي كلنا كأجيال وكل الناس اللي موجودة محتاجين نتعلم من العظماء، الناس اللي بتفني حياتها حفاظا على قيمة الفن، القوة الناعمة والكلمات المؤثرة اللي يعني بتظل خالدة بالنسبة لنا، مش بس الخلود ولكن كمان التأثير في الحياة وفي الناس وفي التربية وفي الحمد الأخلاق، لله، ونقدر نعدل ونصلح حاجات كتير جدا. بنشكر حضرتك. ألف شكر ليك. ألف شكر شكرا لحضرتك. ألف شكرا. شكر.